مساء الانوار يا كابتن مدحت، عليك وعلى الاستوديو الجميل وعلى المجموعه الصحبه المحترمه قوي اللي معاك دي. يا رب يخليك. يعني حابب تقول لنا ايه وقد حصلنا على حقوق الدوري العام يا محمد بيه؟ هو طبعا حابب اهني من كل قلبي وما فيش شك انها نخبه محترمه جدا، وان شاء الله هننضم، لان احنا مش بقول نسيب حاجه زي كده وما ننضملهاش يا كابتن مدحت. يعني يا رب يخليك. بهني الكره المصريه، ما فيش شك ان احنا عشان نقول كلمه حق، ويمكن انت عصرت معانا بدايه البث ومشاكله، صحيح، ان شركه برزنتيشن على الرغم ان احنا طبعا ما تعاملناش معاها كنادي مقاولين العرب السنه اللي فاتت، ولكن ما بذل خلال هذا العام من هذه الشركه ومن قيادات الشركه اللي انا اعلم بعضهم معلمه خاصه وصديقه، فعلا هيقودونا نحو نجاح، بدايه نجاح للكره المصريه. ما اقدرش طبعا النهارده اشوف كابتن مدحت شلبي بينضم للمجموعه دي، نادي الزمالك وعلى راسه مرتضى منصور، نادي الاهلي طلعت بطلعت، مش ممكن ابدا ان النخبه دي، عشان بس الناس تستوعب شويه يا كابتن مدحت، نعم، النخبه دي ما يوثقش فيها ونجري وراء بعض. انا يعني الكلام ملوش لازمه نقوله، لكن دي حقائق. نعم، مش ممكن نشوف، احنا بنشوف الكلام ده ونجري وراء اخرين بيحبوا، وانا بقول اهو وعلى لساني، بيحبوا لعرقله المسيره لا اكثر ولا اقل. يا سلام. وطبعا النجاح دائما بيتحدث، فاحنا برضو مصرين، واحنا ان شاء الله معاكم على نجاح هذه المنظمة. شرف لينا، شرف لينا يا محمد بيه، شرف لينا، ودايما المقاولين العرب في تألق وازدهار في وجود حضرتك باذن الله. تعود امجاد المقاولين العرب، تعود امجاد المقاولين العرب زي ما الاستاذ ايهاب بيقول، ان شاء الله، ومسيره موفقه وناجحه دايما بيك يا محمد بيه. انا بشكرك جدا وسعيد قوي، وبشكرك على المداخله دي. يعني شكرا، أنا بشكرك يا محمد. تحياتي للزملاء الاعزاء الافاضل. شكرا 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 محمد، شكرا جزيلا. هذا هو نادي المقاولين.